مساء الخير، اخباركم؟ شلونكم؟ شو مسويين؟ اشتقتوا لي ولا لا؟ بعد اعتذر منكم هالاسبوع، اعتذر لان لابس النظاره والانعكاس يبطل عين، ولكن الارهاق شديد والانشغال كبير ومشغول بشكل كبير جدا في هذه الايام، وعشان كذي مو محلق وحالتي حاله، فالوضع شوي مشغول. غير ذلك هذه إن شاء الله بتكون آخر حلقة في مسافر بالبيت في إنستغرام، وختامها مسك، وختامها رحالة عظيم وأنجز إنجازات كبيرة جدا، باع كل ما يملك ليخرج في رحلة إلى القارة السمراء سيرا على الأقدام. فحبينا نختم فقرات مسافر بالبيت على إنستغرام، بعدها راح ننتقل على يوتيوب وبودكاست، بس ما راح يكون اسبوعي، راح يكون متى ما صار عندي وقت فراغ، لان راح انشغل الفترة القادمة. فمثل ما قلت، رحالة تونسي باع كل ما يملك ليخرج في رحلة الى القارة السمراء سيرا على الاقدام. بدأ رحلته من الصحراء الكبرى ومر خلالها بالعديد من الدول، منها المغرب والجزائر وليبيا وموريتانيا والسنغال ومالي وغينيا. من أقواله: رحلتي غيرت كثيرا في نظرتي إلى جسدي، إلى المال، إلى الأصدقاء والعائلة ومفهوم العمل أيضا. نرحب في رحالتنا الكبير. مساء الخير أخ مهدي، نورت. مساء الخير أخ خالد. أهلا وسهلا فيك. ومرحبتين حبيبي. أهلا وسهلا هلا فيك، هلا نورتنا. وسعيد جدا ان انا تكون اخر فقره لي من فقرات مسافر بالبيت تكون مع رحال عظيم وكبير مثل الرحال العالمي مهدي بالحاج، نورتنا. انا في الحقيقه متشرف بلقائكم وبلقاء رحاله عظيم. كيفك؟ يعني انت كمان كنت عندك رحله عظيمه في على طريق الحرير، وهي رحله الهمتني وعطتني كثير من العزيمة كي أواصل رحلة متاعي من تونس إلى آخر نقطة في قارة أفريقيا إن شاء الله. شرف كبير جدا لنا، وإحنا نتعلم منكم، وأكيد أنت اكتسبت الكثير من الدروس اللي إحنا اليوم نحب نسمعها ونتعلم منك. لكن أنا حاب أسألك أول سؤال، لماذا سيرا على الأقدام؟ هي الحقيقة الرحلة في الأول كانت المخطط كان أني نزور بلدان غرب أفريقيا سيراً على الأقدام. البلدان هذه مفتوحة على بعضها، يعني إحنا كتوانسة ما عندناش مشاكل تاع الفيزا، يعني نقدر نعبر بسهولة تامة. هذا نظرياً. رحلة سير على الأقدام كانت تخليني نتعرف أكثر على الشعوب والحضارات، يعني نتعمق أكثر وندخل الأماكن يعني صعب الوصول إليها بالسيارات، خاصة أنه في أفريقيا يعني ما فيش طرق، ما فيش وسائل مواصلات سهلة تخليك توصل للمناطق النائية. في الأول كانت رحلة يعني مخطط أنها تكون سيرا على الأقدام، بعد كنت استعملت وسائل النقل العمومية في بعض الأحيان، استعملت طريقة الهيتش هايكينج اللي في أفريقيا يعني تتطلب كثير كثير من ممتاز. الصبر، أصعب حتى من السير على الأقدام. يعني الطريقة هذه مكنتني أني كما قلت لك نتعرف على ثقافات ونتعرف على شعوب وعادات. ممكن لو كانت الرحلة على السيارة أو على أي وسيلة نقل أخرى راح أمر مرور الكرام ومش هقدر أدون كل اللي شفته ممتاز، في مقاطع. شيء جميل، وأكيد تعلم الدرس الأول هو الصبر بكل تأكيد، خصوصا لما تكون سيرا على الأقدام. يعني إحنا على دراجة وعلى سيارات وتطلع عيوننا، يعني فما بالك أنت يعني على مشي على الأقدام. وهالشيء ذكرني في رحالة ياباني مع زوجته، قابلتهم على حدود طاجكستان، صار لهم 4 سنوات وهم على الأقدام، ما رجعوا ببلدهم يعني.
فتخيل كمية الصبر وكمية طولة البال، يعني أكيد كبيرة جدا. وتفضل تفضل إذا كنت بتقول أنا شيء. في الحقيقة يعني أنا عندي حتى اليوم سنتين، يعني فقط من 3 أيام كنت عملت سنتين من السفر المتواصل. ما شاء الله. يعني التجربة لازم يكون عندك صبر ويكون عندك عزيمة ويكون عندك كثير من الذكاء، يعني حتى تقنيات التواصل تساعد إنك تندمج في الحضارات في المجتمعات الأفريقية وتبدل لك من نظرتك لنفسك ونظرتك للآخر أيضا. أنا توا حاليا متواجد في دولة الكونغو الديمقراطية بحكم أنه الأوضاع الحالية والأوضاع العالمية فيروس كورونا وهذه المشاكل بتاعت الحدود كلها مغلقة، اضطريت أني أجلس هون مدة 4 أشهر، 5 أشهر بالضبط. يعني لو كان ما فيش صبر وما فيش، كان مستحيل أن الواحد يقدر يوصل للمرحلة هذه. ممتاز، ممتاز جدا. طبعا قارة أفريقيا بالنسبة لي أنا هي أغنى قارة في الكرة الأرضية، وهي القارة المليئة بالمفاجآت وما زالت غير مكتشفة لكثير من الناس. من المؤسف أن قارة أفريقيا على كثر جمالها إلا أن سوق لها عالميا وسياحيا أنها بلد خطرة وبلد غير متمكن، يعني غير متاحة للسواح، والسواح ما يعني ما يحسون بالأمان فيها. وأنا شفت عكس هذا الشيء خلال جولتي في أفريقيا. وإحنا حابين طبعا نعرف الكثير من أسرار أفريقيا، من الأشياء اللي مر فيها الرحالة الكبير مهدي. ولو تقول لنا مثلا عن بيت العبيد اللي زرته في جزيرة كوري، الذي استعمل كمحل للسفر بلا عودة لاحتجاز المعتقلين من جميع الأعمار هو قبل ترحيلهم، ممكن تعطينا نبذة عن هذه في الحقيقة ما يشاع عن قارة أفريقيا أنها قارة الدموع والدم والنار، وما يشاع عنها أيضا أنها قارة الثورات والحروب المتواصلة، لكن هذا الشيء يعني أنا في الحقيقة ما شفتوش بصفة كبيرة في رحلتي. ممكن فما بعض المناطق اللي فيها شوية مشاكل، لكن في الأغلب الشعب الأفريقي هو شعب طيب ومسالم ومتسامح لأبعد الحدود. بالنسبة لزيارتي لجزيرة العبيد، هذه يعني من النقاط اللي كانت فارقة في الرحلة بتاعي وأثرت فيها بشكل كبير. هذه جزيرة كانت من قبل نقطة لتجميع العبيد الأفارقة، ومن بعد تم لهم إلى الدول الأوروبية وخاصة إلى القارة الأمريكية كي يشتغلوا في المزارع وفي الخدمة في خدمة كانت محطة، يعني المستعمرين. محطة كثيرة جدا. أنا مش عارف لو أنت بتسمعني، في مشكلة هون. أخ خالد، أنت بتسمعني؟ أنت بتسمعني؟ ايه ممتاز، ممتاز. قطع شوي فترة ورجع مرة ثانية. ايه تفضل. يعني هذا المكان هو عبارة على دار قديمة للعبيد، مكان تجميع العبيد. في كمان موجود هنا متحف تقدر تشوف هذه المراحل الاستعباد، من لما يوصل تجار رقيق كيف يصطادوا الناس، عبارة على حيوانات، يعني شيء مؤسف للغاية. هما كانوا بيصطادوا الناس وكانوا بيجمعوهم ويقوموا بتقسيمهم، الأطفال مع النساء هذول الشباب اللي قادرين على الخدمة يحطوهم في أماكن خاصة، وبعد يتم تجميعهم الكل في القوارب ممتاز. بطريقة مهينة جدا. يعني علبة السردين، أنت عارف علبة السردين هي اي اللي اي اي واللي بيمرض ولا يعني يشوفوا انه ما يقدر يكمل الرحله كانوا بكل بساطه يلقوه في البحر. وكانت هذه النقطه، يعني البوابه اللي موجوده في المكان هذا كانت اسمها نقطه بوابه اللا عوده، يعني اللي يخرج من هذا المكان ما فيه يرجع مره اخرى لبلده.
يعني بالحقيقة هي كانت نقطة مؤثرة جدا جدا في رحلتي، وما كنت بتصور أنه الطبيعة البشرية ممكن توصل لهذا الحد من القسوة يعني من القسوة اللاإنسانية. والعنف. إيه صحيح. لكن هذه حاجات موجودة في تاريخنا ولازم احنا نتعلم منها يعني. صحيح، وشيء محزن نحن نسمع هذه القصص، وأكيد كل من مر في هذه المناطق يحس يشعر بالألم ويشعر بالقسوة اللي كانوا مروا فيها في السابق. كمان في أماكن أخرى كثيرة يعني، مش في السنغال بس، كان في أماكن في غانا، في نيجيريا، في يعني كل الساحل الأفريقي كان بيتعرض لمثل هذه المظالم. بس المشكلة إنه القارة الأفريقية حتى الآن ما زالت مظلومة يعني، ما فيش تعريف المآسي واللي صارت في هذه الأماكن. يعني أفريقيا حتى هذه اللحظة ما زالت تعاني من مشاكل يعني، القارة وقع إفلاسها من الموارد البشرية والموارد المالية أيضا. شيء يعني انا ما احب دائما، انا اتجنب ازور الاماكن اللي فيها الكثير من الحزن وكثير من المآسي او التاريخ المؤلم، لان يعني يمكن حتى اهل البلد انا بالنسبه لي اخذها من هالموضوع. ولكن يعني اذا انت قدرت تمر وتنقل هذا الشيء للعالم بيكون شيء جميل جدا، ان الناس يعرفون ان فعلا هذه الاشياء يعني حقيقة صارت، وتعرضوا لها شعوب وأبيدت شعوب بهذه الطريقة. وأكيد العبودية شيء مؤلم، يمكن من أقدم الأشياء في تاريخ البشرية، ولكن نتمنى أنها فعلا احنا اليوم يعني شبه معدومة، ولكن نتمنى أنها تنعدم تماما، حتى ذكراها تنعدم. يعني أخ مهدي، أنت ذكرت أنك رحت الصحراء الكبرى. طبعا الصحراء الكبرى هي بالنسبة لي أنا أعشقها بشكل كبير، فهل أنت قطعت الصحراء الكبرى يعني كاملة في العمق، أو يعني مجرد مرور بعض الأماكن؟ أنا كانت عندي رحلتين في الصحراء الكبرى. الرحلة الأولى كانت عبر الجزائر، وصلت إلى آخر نقطة تقريبا في الجزائر، بعد عبرت مع طوارق السكان الأصليين للصحراء الكبرى، عبرت معهم إلى ليبيا، ومن بعد من ليبيا رحت على النيجر، وبعد من النيجر ممتاز. دخلت مرة على الجزائر. بس هذه الرحلة الأولى كانت يعني رحلة استكشافية بسيطة جدا مقارنة بالرحلة الثانية. الرحلة الأولى أنا كنت رحت على السيارات، يعني رحت بدون أوراق، دخلت على ليبيا بدون طابع في الباسبور، عشان طابع ليبي في الوقت هذاك كان صعب إنك تحصله، وكان يعمل لك كثير مشاكل لما ترجع على تونس، خاصة أيام الحرب والثورة الليبية. وكنت قمت برحلة ثانية عبر الجمال، يعني أنا كنت قطعت الصحراء الكبرى من شمال النيجر إلى حدود تشاد مع قوافل طوارق أيضا، هي كانت قوافل تقوم بنقل الملح، وبعد تشتري الدقيق والقمح وترجع به على على تونس. لا على 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 الواحة اللي انطلقنا منها يعني، اي اوكي. عشان المكان هذا ما فيش طريق للسيارات، ما في إلا الجمال اللي تقوم بنقل كل هذه البضائع. طيب، في احد الاشخاص سأل سؤال، حاول نطلع السؤال. احد المتابعين سأل انه هل يضطر يشيل معاه اسلحة، لانه اكيد يمر في اماكن فيها خطورة وهو يمشي. أنا ما يعني عفوا يعني، هذا الله يبارك. أنت لو يكون عندك سكين واحد، يعني سكين واحد في الشنطة بتاعتك، هذا يمثل خطر بالنسبة لك يعني. ما عنديش أسلحة وما عنديش ولا شيء في الحقيبة بتاعي إلا الملابس والكاميرا بس، لكن لو أنت تروح شايل معك سكين عفوا أنت طاح الشر، طاح الشر. يعني لو
لا، ما مش ممكن انك تحمل معك اسلحه، يعني اخطر شيء انك تحمل معك سلاح او سكينه، عشان الاخر لو يشوف عندك مثل هذه الاشياء راح يخاف منك. اهم شيء ان تكون في ثقه متبادله، يعني لما تروح انت على مكان بس تسال المحليين، تسال رئيس القبيله مين تقدر تنام، مين تقدر يعني تحط الخيمه بتاعتك، وبس خلاص. انت لو يعطيك الامان ما فيش ولا مشكل راح يصير لك. يعني أهم شيء إنك تعطي ثقة للشخص المقابل، وهو لما يشوف إنك إنسان مسالم مش راح يعمل لك ولا شيء يعني. صحيح صحيح. طيب يعني السؤال الآخر اللي سأل نفس الشخص إنه أنت شلون تمشي المسافات هذه؟ هل أنت مثلا تحدد كيلومتر معين تمشي عليه في اليوم، أو هل أنت تخيم كم كيلو تمشي؟ شلون تقطع المسافات؟ هل تخطط لها مسبقا ولا تمشي بشكل عشوائي لما تقرر إنك تتعب وتوقف؟ أنا ما عندي ولا برنامج، يعني أنا بس أشوف الخريطة، عندي أبليكاسيون اسمها مابس مي، هذه الوحيدة اللي بستعملها، أشوف أقرب يعني قرية موجودة على الطريق وأحاول إني أوصلها قبل الساعة 6 مساء عشان أتجنب ظلمة الليل، يعني لما يكون في الحال الليل تبدأ المشاكل وتبدأ. أنا أحاول أوصل أقرب قرية، أقرب مكان آمن أخيم فيه، بالطبع بعد استشارة رئيس القبيلة ليوفر لي كل وسائل معه الحماية، ولما أوصل هناك أضع الخيمة بتاعتي وأعدي الليل، والصبح يعني الساعة 6 أفيق وأحضر الباك باك بتاعي وأوصل الطريق. ساعات ممتاز. أضطر إني أخيم على الطريق لما تكون المسافات طويلة جدا، أحاول يعني أتجنب الأماكن اللي يكون فيها حيوانات أو أفاعي، أو دايما أحاول أصل إلى أماكن عالية شوية، بس في أغلب الأوقات زي ما قلت لك إني أحاول أنام في القرية اللي يكون فيها يعني رئيس أو زعيم للقبيلة. ممتاز ممتاز. يبدو بالنسبة لي هذه خطة جميلة، يعني انك الخطة انك انت ما تخطط، وهذا احلى شيء. طيب انا متأكد ان في مقابلاتك السابقة الناس كثير يسألونك ما هو اصعب موقف، وما هو اطرف موقف، وما هو اجمل موقف. انا ما راح اسألك هذه الأسئلة، انا راح احط لك الموقف امامك وانت تكمل. فعلى سبيل المثال، اضطررت للهروب من دائرة تابعة لإحدى الأقاليم المعروفة بزراعة الحشيش، عندما اكتشف إحدى زعماء عصابات التهريب وجود كاميرا معك. قول لنا عن الموقف هذا. هذه في الحقيقة كانت في المغرب، كان في مكان اسمه كتامة، هذا المكان معروف بزراعة الحشيش وتجار الحشيش. أنا لما وصلت لهذا المكان أنا ما كنتش مخطط أني أروح هناك في الحقيقة، كانت فقط نقطة عبور، بس لما وصلت لهذه النقطة حاولت أني أتحصل على أي وسيلة نقل، يعني عبر طريق الهيتش هايكنج، كانت في مرتفعات عالية والمكان كان بحس بالخطر. المكان هذا السمعة بتاعته كانت سيئة جدا، لكن لاحظت أنه كل الناس بتتجنب أنها توقف أو حتى تسألني شو كيف أقدر أساعدك. تجولت في هذا المكان وكان في واحد يعني ورايا دايما يحاول أنه يستفسر وكيف أقدر أساعدك، كيف هيك كيف هيك. لما تحدثت أنا وياه أعطاني حشيش، قال لي هذا للترحيب. أنا قلت له أنا ما بستعمل هذه الأشياء يعني. قال لي أنت كيف المكان وما بتحشش؟ قلت له أنا بس سايح. قال لي ما في سياح يجوا لهذا المكان، كل الناس اللي تيجي هون يا ما بتحشش أو بتبيع الحشيش. خلاص قلت له أنا بدي أي مكان أنام فيه وبكرة الصبح أروح المكان آخر. بس بعد كده كنا بندور وبنجول، وانا شلت الكاميرا عشان اعمل شويه صور للحقول بتاعت الحشيش، ولما شاف الكاميرا عندي بدا يشك، يعني هذا زائر ما بده يحشش، وفي نفس جاي الوقت يصور. المكان ممكن يكون يعني صحفي او يكون جاسوس او. ولما شاف عندي الكاميرا راح اتكلم مع واحد من المزارعين ويجوا عندي وفتشوني، وبعد
لما عرفوا اني يعني شافوا الصور القديمه وكله عرفوا اني زاير واني ما بعرف هذا المكان شو هو بالضبط، قاموا يعني قاموا بحجزي في مزرعه صغيره، ومن بعد وفروا لي وسيله للهروب من هذا المكان. بس في العموم هم ما كانوا يعني كانوا فلاحين بسطاء جدا، ما كانوا ناس مجرمين او مخطرين، هم الخطر بس في التجار هذم اللي اغلبيتهم يكونوا من بلدان اوروبيه. اوكي صحيح. طيب، بما ان احنا وصلنا المغرب، في احدى المواقف الصعبة اللي تعرضت لها وهي احتجازك لشكهم انك قد تكون جاسوس. شلون تم احتجازك وشلون طلعت؟ أخي خالد، هي المشكلة أنه في الرحلة بتاعتي في أفريقيا الناس كلها بتشك أني يعني كل مكان لما يشوفوا عندي كاميرا وبيشوفوني بتجول يشكوا أني أكون جاسوس أو أكون صحفي، يعني دايما هيك مشاكل بتصير معي. هذه اللي كانت في الصحراء المغربية في جنوب المغرب، هناك في مشاكل يعني سياسية، وأنا ما كنت بتدخل في هيك مواضيع يعني. بس المشكل لما رحت على الحي، هذا الحي كان تابع للبوليزاريو، السكان هناك كانوا أغلبهم من يعني هي في مشاكل الصحراء، مشاكل الصحراء المغربية وهيك. دخلت عند صديقي وجلست عنده، وبعد خرجت بالكاميرا عشان ألتقط شوية صور، ولما فتت على البيت أولاد الحي شافوا شو كنت بعمل، وسكروا البيت من برا، أخذوا طفل وسكروا علي البيت من برا، اوف وبعد اوف كلموا أصدقائهم وتجمعوا قدام البيت. وأنا لما شفت الموقف خفت بصراحة، يعني هما كانوا بيتحدثوا صحفي والآخر بيقول جاسوس والآخر بيقول هذا غريب، اكيد الكاميرا اللي وبعد عندك، اكيد الكاميرا اللي عندك كبيرة، زوم ولينس كبيرة ولا شيء. زوم 70 300 انا يعني. بس اشيل معي الموبايل، ما اشيل معي كاميرات عشان اعرف ان المواقف هذه راح تصيدني هي بعدها. خلاص، بعد حاولت اني اتصل بصديقي هذا اللي ضايقني، ومن الاول ما تحصلت عليه عشان هو كان في الشغل. بعدين لما جاء على الحي وتكلم مع اولاد الحي، خرجت فسرت لهم اني من تونس واني جاي بس سايح واني بعمل لفة على افريقيا، وهم بس بعد لما فهموا الموقف طلبوا مني العفو، وكمان ضيفوني يومين اخرين عندهم يعني. ممتاز ممتاز. طيب، حضرتك تكلمت كثير عن الصوفية في السنغال وكم كيف أبهرتك، يعني ممكن تقول لنا عن الزاهدين ومناسكهم ولبسهم أثناء مرورك هذه بالسنغال؟ أنا لما رحت على السنغال كان من الصدف إنه كان في الحج الأفريقي، هذا في طريقة المريدية، هي طريقة من الطرق الصوفية، كان في الشيخ سالي توبا كان عمل مزار يروحوا له الأفارقة من غرب أفريقيا، كل سنة 18 سفر يروحوا يعملوا 3 أيام للتبرك وزيارة المدينة الدينية. قررت أني أشارك في المراسم هذه وأوثق كل الأحداث اللي بتصير في 3 أيام. الطريقة المريدية هي طريقة من الطرق الصوفية، مؤسسها الشيخ أحمد بنبا، ويعني أنا كنت عملت دراسة صغيرة قبل ما أروح على هذا المكان، وكل الناس كانت في الأول تمنعني، يعني يقولوا لي إنه هذا مكان خطير وإنه يقدروا يحجزوك أو يمكن تتعرض للخطف أو مشاكل، لكن لما رحت ما لقيت إنه مكان يعني في الحقيقة في تسامح، وفي تحس بالسلم وتحس بالتعاون وتحس بالتسامح بين جميع الزائرين وجميع الحجاج، لكن طريقة شوية منحرفة عن الدين. يعني تشوف هناك أن الناس بتساعد بعضها، أنه في كل حي في الشيخ المرابط، الناس تفطر عنده وتنام عنده طيلة 3 أيام، وكان بيوفر لهم يحاول يوفر كل أسباب الراحة
للزوار، بس أنا اللي لاحظته إنه في اختلاط بين العادات والتقاليد الأفريقية والدين الإسلامي. يعني زيارة القبور والتمسح والتبرك على القبور، وفي حتى ناس بتقدم أضاحي على القبور. هذا من جهة. من جهة أخرى في استغلال كبير يعني للبساطة والعقل والتفكير. يعني الناس فاهم بسيطة عليك. جدا، ايه ما بيفهموا في أمور الدين وما بيفهموا في شريعة، بس هم لما يسمعوا الشيخ يحكي أو يتحدث بيطبقوا كل شيء. لكن هي في تجربة في العموم كانت مفيدة جدا، وكانت يعني إنسانية بأتم معنى الكلمة. ممتاز ممتاز. نتمنى نروح نزورها إن شاء الله في يوم من الأيام إذا ما كانت خطرة، نروح نشوفها ونعيش التجربة هذه. في أحد نرجع لفقرة الأسئلة، في أحد المتابعين أو المتابعات تسأل متى تعود لتونس؟ والله هو يمكن السائل والمسؤول ما عندهم إجابة. يعني أنا حتى هذه الساعة ما بعرف أنت راح أرجع لتونس. أنا عندي هدف أني أوصل على جنوب أفريقيا، وبعد لما أوصل على جنوب أفريقيا أقرر إن شاء الله. ممكن آخذ الطريق الشرقي لأفريقيا وأرجع برا، وممكن أغير الوجهة أروح على أمريكا الجنوبية ولا آسيا، بس حتى الآن أنا ما عندي ولا برنامج. ممتاز ممتاز. طيب، صادفت راعي بولندي فقير قضى أكثر من 40 عاما على قمة أحد الجبال يتعبد فقط ويتجول مع قبائل الصحراء، ما هي قصته؟ هذه كانت في جنوب الجزائر في جبال نوكار، أعلى قمة في الجزائر. أنا لما رحت لهذا المكان كنت أرغب، يعني حاب أشوف أجمل شروق وأجمل غروب للشمس. يعني هو مكان معروف بأنه مكان ساحر جدا. في الحقيقة ما كانش عندي خبر على أنه في ناس تسكن في هذا المكان، بس لما طلعت لأعلى الجبل وجدت أنه في صومعة أو كنيسة قديمة جدا من عام 1916. يعني كانت لأحد المعمرين الفرنسيين، بعد لما توفى في 3 جو من بعده، واحد اثنين من بولونيا وواحد من فرنسا، بس أكبر واحد فيهم كان عنده 44 سنة عايش في هذا المكان. شغل يعني هو ما بالطبع ما عندوش ولا شغل يشتغل هنا في هذا المكان. هو كان بس بيرعى الأغنام، بيتجول مع المحليين وبيتعبد في الكنيسة. استعجبت أو استغربت من طريقة عيش، يعني مكان بالفعل صعب، ما فيش مياه، ما فيش طرق، ما في ولا شيء يعني. بس هو كان بيجمع بيها مياه الأمطار في موسم الأمطار، وكان بيعتمد على حليب الأغنام وعلى رعي الأغنام. وفي بعض الزوار يعني من البلدان الأوروبية، خاصة المسيحيين، هو كان معروف عندهم، بيجوا يزوروه ويساعدوه ممتاز ممتاز. يساعدوه بشوية أموال. أنا لما رحت عنده ودخلت استغربت. أنا ليش استغربت؟ أنا كنت عاوز أشوف كيف هو بيتعبد وكيف هو بيتقرب من الله. طلبت منه أن يوريني طريقة الصلاة. الصلاة كانت عنده زي يعني نفس الصلاة عند المسلمين، الركوع والسجود والوضوء، كل شيء يعني كل شيء نفس المسلمين، بس الفارق الوحيد أنه كان حاطط صليب أمامه. أنا في الحقيقة أشفقت عليه. يعني كنت بتمنى أنه يكون مسلم، بس ولازم نحترم العقائد ونحترم جميع الشعوب، جميع الديانات. دخلنا في حوار بخصوص الديانة الإسلامية والديانة المسيحية، هو كان بيقول لي إنه يعني يعرف إنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول، بس هو بيأمن إنه ما فيش فرق بين المسيح والمسيحية والإسلام، وإنه إحنا عندنا نفس المبادئ ونفس القيم. لكن هو بيحس نفسه مرتاح أكثر في هذا المكان وبطريقة التعبد هذه.
يعني طريقة التعبد هذه هل هو ابتكرها ولا هي طريقة موجودة فعليا قديمة؟ و يعني مو مو هو فسر لي انه هذه الطريقه الاصليه في العباده. هو كان عنده كتب قديمه وعنده مراجع قديمه، حتى الكنيسه اللي يعني الكنيسه اللي هو بيتبعها يعني كانت موجوده في من ايام قسطنطين الاول، يعني الاول امبراطور روماني. وحكى لي انه يعني طريقه التعبد هذه تغيرت لما صار في مجمع لتوحيد الديانة المسيحية وتغيرت طريقة العبادة. وحكى لي أيضا أنه هذه الطريقة موجودة عند القليل والقليل جدا من المسيحيين، هذا حسب الكلام اللي فسره لي. طيب، كلنا احنا عانينا من موضوع كوفيد 19 وكورونا، ويعني انا صار لي 6 شهور بالضبط قاعد في البيت ما طلعت، وحاب اعرف، وهذا هو السؤال اللي سألته ريم، مدى تأثير الوضع الحالي كوفيد 19 على رحلتك الحالية ووضعك الحالي؟ قول لنا شنو التحديات اللي مريت فيها، شنو هي المعاناة اللي معانيتها، شنو الخطط اللي كنت تبي تسويها ووقفت، قول لنا كل شيء عن موضوع الكوفيد 19. أنا بالضبط في شهر مارس، يوم 4 مارس، دخلت على جمهورية الكونغو الديمقراطية. كان عندي فيزة أنغولا وكان عندي فيزة ناميبيا. قررت إني أعمل جولة صغيرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأقوم بعبور نهر الكونغو، يعني أروح على منتصف جمهورية الكونغو الديمقراطية وأزور قبائل الأقزام، هذم اسمهم البيغمي، مش عارف لو أنت عندك فكرة عليهم. هذم يعيشوا لا والله، بالغابة، أول مرة أسمع عنهم. هذه قبائل يعني بدائية جدا، يعيشوا في وسط الغابة الاستوائية، يعتمدوا على صيد الحيوانات وصيد الأسماك و أكل الحشرات، ويعني من قبائل نادر جدا أنك تستطيع الوصول إليها. قررت أني أقوم برحلة عبر نهر الكونغو. بعد دخلت عند هذه القبائل وأمضيت هناك تقريبا أسبوعين. بس المشكلة أنا لما جيت خارج من هذا المكان، الجيش هون أمسكني، ونفس المشكل، يعني مشكلة جوسسة هذه المشاكل، وسجنوني مدة قصيرة. بعد تدخل السفارة تمكنت أني أخرج من السجن، وبسبب الكورونا كل المنافذ في الكونغو يعني غلقت. اضطريت أني أجلس شهرين بس في هذا المكان البسيط، يعني في الغابة شهرين، وأنا ما قدرت أرجع على كنشاسا ولا أروح أي مكان آخر. باسبوري كان محطوط عند الشرطة والجيش، وبعد تمكنت اني اهرب بمساعده شخص صديق موريتاني عبر نهر الكونغو ومساعده الاخوه اللبنانيين ايضا. رجعت على كنشاسا، ولما رجعت على كنشاسا اخبروني انه الحدود كلها مغلقه، ما فيش اي وسيله انك تقدر تخرج من البلد. خلاص عندها قررت اني اشتغل، كنت لوشت ودورت على شغل، والحمد لله لقيت شغل هون في كينشاسا. وأنا مش راح أستقر هون بالطبع، بس الشغل راح يساعدني إني أعوض الخسارة اللي خسرتها لما كنت في الإكواتور، لما أخذوا كل المصاري اللي عندي وكسروا لي الكاميرا وصارت معي مشاكل. قررت إني أستغل هذه الفترة عشان أشتغل، بس لما تفتح الحدود إن شاء الله راح أواصل الرحلة متاعي. كمل. اي ممتاز، موفق ان شاء الله. وهذه مغامرات جميله، ومغامره هذه بالنسبه لي انا اسميها مغامره حقيقيه، يعني فعلا انت قاعد تتواجه مواجهه حقيقيه مع الظروف هذه، انتقال، سجن، هروب، كسر كاميرا. فلذلك احنا نتمنى ان احنا نشوف لك كتاب، اذا انت ما اعرف اذا انت اصدرت كتاب اوريدي ولا راح تصدر كتاب او فيلم وثائقي، اكيد يعني هذا الكم الهائل من الذكريات لابد انها توثق ونعرفها. يعني أنا في الحقيقة حد هذه الساعة بدون كل اليوميات اللي بتصير معي. الفكرة أني لما أرجع على تونس إن شاء الله أقوم بكتابة تجميع كل هذه اليوميات، وأكتب كتاب حول كل ما شفته في هذه الرحلة، عشان كل الناس اللي بتتابعني وبدها تعمل نفس الرحلة أو بدها تعمل الرحلة بس ما تقدر تعمل نفس الشيء، إن على الأقل تطلع
على ظروف وعلى تعيش مع الرحلة حتى عبر الكلمات وعبر الكتاب. فكرت في الحقيقة أني أعمل أفلام وثائقية، بس ظروف التصوير خاصة في بلدان أفريقيا الغربية وأفريقيا الوسطى صعبة جدا جدا. بس بحاول إن شاء الله لو وصلت على جنوب أفريقيا أني أصور فيلم وثائقي يختصر كل مراحل الرحلة. ممتاز ممتاز. طيب، أثناء مرورك بكوت ديفوار شاهدت أسطورة الأقنعة لطرد الأرواح الشريرة. إحنا دائما نسمع الأقنعة ونشوف صورها ونشوفها، لكن ما نعرف شنو قصتها بالضبط. شنو قصة هذه الأقنعة؟ أنا رحت على الحدود الإيفوارية، حدود كوت ديفوار وليبيريا، وفي هذا المكان أنا كنت مشغوف جدا إني أشوف فرس النهر. بس سألت الناس على المكان اللي متواجد فيها فرس النهر، وقالوا لي لازمك تروح تاخذ موافقة شيخ وزعيم القبيلة، لأن هذا المكان ملكية خاصة لزعيم القبيلة. أنا حاولت أني أروح على المنزل، لكن لما وصلت هذا المكان وجدت أنه كان بيحتضر شيخ القبيلة، كان بيحتضر وكان يعني بينزع. حاولت أني أدخل وقابله، لكن لما وصلت على البيت وجدت شباب القبيلة كلهم لابسين الأقنعة وماسكين في ايديهم شعر ذيل الحصان، وكانوا بيرقصوا بيغنوا أغاني يعني محلية. وأنا لما طلبت أني أدخل البيت منعوني، والسبب كان أنهم ظنوا أن كل زائر غريب على هذا المكان يمكن يحمل معه ملك الموت، يعني هم بيظنوا أنه الشياطين ملك الموت يتجسم في صورة الإنسان. طريقتهم التقليدية لأنهم يعني يبعدوا الأشباح والأرواح الشريرة على المكان اللي متواجد فيه المريض. فعلا تجربة مخيفة هذه صراحة، مخيفة جدا، بس ولكن أحييك على شجاعتك. حاولت إني أتواصل معهم وأحكي معهم، بس هما كل ما كانوا يقدروا يعملوه إنه يفسروا لي العادات والتقاليد، لكن في الأخير منعوني إني أدخل عند الزعيم. لكن أنا ما كنتش بتحسر على تجربة، يعني حتى ولو ما شفتش فرس النهر أو المكان اللي كنت حابب أروح له، إن فكرة إني فقط اكتشفت عادة وثقافة جديدة كانت يعني فرحة كبيرة جدا بالنسبة لي. ممتاز. طبعا ذكرت موضوع زعيم القبيلة وأخذ إذن منه. هل في أفريقيا أو في مدن في أفريقيا، هل في مناطق أو نطاقات في أفريقيا تتحكم فيها قبائل معينة؟ وهذا هو السؤال اللي يسأله قطر ستارز. يعني موجود هل القبائل هي سلطات في أفريقيا؟ موجود يعني في غانا مثلا سلطة رئيس القبيلة تتعدى السلطات المحلية، يعني كمان في دولة الطوبو في احتفالات سنوية بيجتمع فيها كل رؤساء وزعماء القبائل، وحتى السلطات السياسية في البلاد لازم أنها تحضر في هذه الاحتفالات عشان تأخذ البركة من عند رئيس زعماء القبائل. حتى في السنغال، يعني دولة السنغال معروف أنه المرابطين، هذا اسمهم ليمغابو، المرابطين باللغة العربية عندهم سلطة أقوى حتى من السلطات السياسية في البلاد. يعني حتى هذه اللحظة، يعني كمان في نيجيريا أيضا، حتى في نيجيريا لاحظت أنه المقاطعات النيجيرية بتتحكم فيها القبائل، بتتحكم فيها القبائل على أسس عرقية. لحد هذا اليوم يعني هذه العادات والثقافة أنه زعيم القبيلة هو اللي بيتحكم في القضاء وفي شؤون الرعية ما زالت موجودة حتى هذه الساعة. يعني هل لديهم محكمة قبلية؟ هل هم مثلا عندهم تنظيم أو جيش منظم؟ هل هم وصلوا لهذا المستوى يعني، ولا هو مجرد شكل صوري وشكل شرفي للدولة؟ هو يعني مرتبط بالعادات أكثر منه يعني تنظيم سياسي أو تنظيم
الفكرة أنه بيحترموا الزعيم ويحترموا شيوخ القبائل، لأنهم بيأمنوا أنه هذا الشيخ وهذا الزعيم سلطته سلطة مستمدة من الأسلاف ومن الآباء. يعني تقديس زعيم القبيلة هو احترام للأجداد والآباء والعادات والموروثات الثقافية. هذا الموضوع ذكرني في موقف طريف في احدى الدول، انا ما راح اقول اسم البلد، ولكن فريق منتخب كرة القدم عندهم لازم من كل قبيلة واحد حتى لو كان سيء. هل هذا الشيء سمعت عنه وواجهته في فريقي ولا لا؟ لا لا، في الحقيقة لا، ما هم في يعني في اللي لاحظته أنا واللي شفته يعني ما وصلش لهذه المرحلة، يعني من تشدد أو من العصبية. هو أقصى شيء إنك تشوفه هو في المحكمة، يعني يكون في كل عرقية عندها قاضي خاص بها، لكن إن توصل مستوى نزاعات أو مستوى تحكم في السياسات، أو هذا ما في الحقيقة أنا ما مريتوش. اللغة، عامل اللغة، أنا دائما أقول أن اللغة، أن الإنسان ما يحتاج اللغة في التعامل مع الإنسان، وهذا الشيء واجهته في الصين، واجهته في دول كثيرة نفس أمريكا الجنوبية. فبالنسبة لمهدي، ما هي اللغة اللي تستعملها في التعامل مع الناس بشكل عام؟ أغلب دول أفريقيا الغربية بتستعمل اللغة الفرنسية. أنا بتكلم اللغة الفرنسية وبتكلم أيضا اللغة الإنجليزية، يعني مشكلة التواصل والتخاطب ما كانتش عائق كبير، لكن في بلدان تتحدث اللغة الإسبانية أو اللغة البرتغالية. مثلا لما كنت في غينيا بيساو، لما كنت في غينيا الاستوائية، ولما كنت في جزيرة ساو تومي، كانت من الأول كانت عائق بالنسبة لي اللغة، لكن بعد كانت لغة الإشارات أو الرسم أو حتى الضحك، يعني الضحك المشترك كان بيسهل كثير الأمور. يعني أنا ما عشتش لحظات صعبة بالنسبة اللغة، عمرها ما كانت عائق بالنسبة لي. صحيح صحيح. طيب، شنو هو موقفك أنت من التكنولوجيا؟ هل مثلا لازم يكون عندك جادجت كامل؟ هل لازم تستخدم جوجل؟ هل أو تستخدم قراءات ورقية؟ شنو وضعك مع التكنولوجيا؟ في انا عندي غير التليفون، عندي تليفون هي ماركة صينية، يعني مش تليفون متطور كثير، يعني شاريه ب 90 اورو، هذا هو معناتها التليفون الوحيد اللي بستعمله. انا حاطط ابلكيشن اسمه مابس مي، بستعمله من غير مابس مي، انترنت، ايه ممتاز من غير مابس مي، ايه بدون انترنت، بس صحيح اشوف الاماكن القريبة واروح صحيح. أزورها. ما عنديش، وخاصة إنه في أفريقيا يعني ما فيش التكنولوجيا، يعني ما فيش إنترنت في المتوفرة في كل الأماكن، وحتى إنك تبحث عن مكان عشان تشحن الهاتف هذه أصلاً مشكلة. يعني لو راح نتحدث على التكنولوجيا، ولو أنت حاسب حساب إن التكنولوجيا راح تساعدك، ما راح تقدم في الرحلة بتاعتك، لازم دايماً ولا راح تبتكر، يعني راح مجرد تلحق تكون مسير. مستحيل ايه مستحيل، راح يكون عائق بالنسبة لك، ما راح صحيح يكون. أنت صحيح. لازم تفكر في بديلة، وتفكر في كيف يعني تتحدث مع المحليين عشان هم يوروك الطريق، أو تبتكر طريقة أخرى عشان تكمل الرحلة بتاعتك. طيب، احنا طبعا، انا لما رحت افريقيا عملت كثير جلسات للتطعيم، وتطعيم ضد الامراض، ادويه ضد الملاريا، ضد الحمى الصفراء، بل ان بعض الدول نفس زامبيا تمنع دخولك الا اذا كان عندك بطاقه الحمى الصفراء. وهذا الشيء طبعا بالصدفه سؤال سالتني ريم، هل تعرض للملاريا اثناء ترحاله؟ فهل اول شيء قمت بالتطعيمات كلها والله لا يقول ويسلمك، هل تعرضت للملاريا أثناء رحلاتك؟ أنا قبل ما أبدأ الرحلة في تونس قمت بالتطعيمات اللازمة، بس كان في اثنين من التطعيمات ما قمت بهم، هي الهيباتيت أي والهيباتيت بي، أنا قمت بهم في لما وصلت للمغرب. لكن بعد لما وصلت على دولة غامبيا ما مرت بالملاريا، عشان هي الملاريا ما فيش ضدها تطعيم، في أدوية حبة تاخذها هي أي في إيه. أدوية حماية تاخذها الملاريا، بس هذه لما تاخذها
اكثر من شهر بتكون مضره للكبد ومضره لل عشان هيك انا ما استعملتش هذه الادويه. بس لما يوم اللي مرضت فيه بالملاريا اخذت الادويه العاديه. الملاريا يعني احنا لما نسمع ملاريا في تونس كل الناس بتخاف، تقول لك لطف، يعني بالنسبه لنا مرض خطير جدا جدا، لكن في البلدان الافريقيه هو مرض عادي زي نزله البرد، ما فيش مشاكل مع الملاريا، انت بس بتاخذ الادويه وثلاث ايام وتكون بصحه وعافيه. يعني والله الملاريا تعرضت للملاريا 9 مرات بس ما كانتش ملاريا خطيره. انا لما امرض ما اخذ شاء الله. ادويه وخلاص ثلاث ايام واكون بصحه والحمد لله. انت خوفتني الحين، لان انا اخذت حبوب الملاريا لمده 7 اسابيع، لا، مش مشكلة، يعني هي شهر أو لاني شهرين ما مش كنت في مشكلة كبيرة. افريقيا يعني، وكنت اخذها يوميا لحد ما طلعت من زون الملاريا. هي المشكلة إنه هذه لما تطول عليها الحبوب تعمل مشاكل خطيرة جدا. من الأفضل إنك تداوي بعد ما تمرض أحسن من إنك تأخذ الحبوب بعد مدة شهرين أو ثلاثة. صحيح صحيح هيك كانت كلامك. الفكرة. يعني كمان سألت مسافرين آخرين كانوا بيعملوا رحلة حول أفريقيا ونصحوني نفس الشيء، وهيك يعني تجارب بتعلمك من هو الأخطاء. شوف، انا ما اخذت تطعيمات من قبل ما عدا افريقيا، لان افريقيا بالنسبه لي اول مره ادخل هذه القاره. وانا قمت برحله افريقيا في خلصتها في شهر 10 اللي طاف، السنه اللي طافت 2019. فيعني بديت من قلب او عقر دار الملاريا، هي اللي هي كينيا، ومريت بكل بلدان الملاريا: كينيا، تنزانيا، ملاوي، زامبيا، زيمبابوي، بوتسوانا، بعدين ناميبيا شوي بدأت تخف الزون يعني. فتخيل انا طول هذه الفترة كنت على اعصابي، واحيانا خليتني زيادة على اعصابي لما قلت لي انها خطرة على الكبد، ولكن الحمد لله عدت على خير يعني. الحمد لله الحمد لله. هون انه الطقس في افريقيا يخلي انه في كثير بعوض، وفي البعوض الحامل للامراض، ومشكل كبير بالنسبه لي اني دائما بكون معرض للحشرات ومعرض لعضات البعوض، عشان انا دائما بنام في الخيمه بتاعتي وانام في القرى الصغيره، وفي عشان هيك انا متعود عليه. دايما بيكون معي دواء الملاريا دايما من الاساسيات. يعني دواء العلاج مش دواء الوقاية. العلاج، ايوه العلاج. طيب، انت لما قلت لي انه حاليا انت تعمل في الكونغو، هل هذا هو اول عمل لك اثناء ترحالك، ولا انت تعمل بشكل مستمر؟ وفي حتى احد الاخوان سأل السؤال، احكي لنا عن تجارب العمل اللي تعديت بهم مهدي. اشتغلت في كثير أماكن، يعني اشتغلت لما كنت في السنغال، اشتغلت مع صياد، كان بس شغل عشان آكل واشرب، ما كانش شغل عشان أحصل أموال منه. اشتغلت أيضا مصور في مالي، كنت باخذ صور وباخذ عليهم فلوس. اشتغلت في غانا في حقل زراعة الأناناس، لكن نفس الشيء، يعني أنا كنت اشتغلت بآكل واشرب وأنام بس. لكن الشغل اللي كنت بدخل منه فلوس هو لما اشتغلت في بوركينا فاسو. انا صار لي مشكل صغير في الطريق، لما كنت في غانا تعرضت للسرقه وفقدت كل الاموال اللي معي، ظل معي بس يعني تقريبا 120 اورو، هذا اللي كل اللي كان عندي. ورحت على بوركينا فاسو واشتغلت 6 اشهر في بوركينا فاسو، وبعد لما حصلت اموال كافيه عشان اكمل الرحله بتاعتي رحت على الكوت ديفوار ورحت على توغو وغانا. ولما وصلت على الكونغو بسبب الكورونا وبسبب اني تعرضت مره اخرى للحادث هذا السرقه، اضطريت اني اشتغل مره اخرى. التكاليف في الكونغو غاليه كثير، يعني لو ما راح اشتغل ما راح اكل وما راح صحيح الاقي صحيح صحيح. بعيد. واحييك على هذه بروحها بنفسها مغامره كبيره جدا، انك انت كل بلد تشتغل فيها. وهذا يدل ان انت حتى يعني انت راعي الرسمي لرحلاتك بنفسك، ما عندك يعني سبونسر، انت السبونسر لنفسك يعني. أنا ما عندي ولا راعي ولا داعم للرحلة، أنا بس بعمل على مجهودي الفردي، وبس أكبر راعي وأكبر داعم للرحلة كان الأصدقاء اللي بيشجعوني دايما، طبعا والناس طبعا، المحليين واحنا اللي كلنا نشجعك، واحنا كلنا داعمين لك يعني، وكلنا ندعي لك، كل ونتمنى ان حد نشوفك تلف العالم كله.
ربي يبارك لك وربي يخليك. كل الجالية العربية اللي قابلتها وكل الجالية المغربية واللبنانية والتونسية كمان عاونوني كثير. يعني أنا لما أروح المدن الكبار يعني ما صعب إنك تخيم في المدينة. كان في كثير أصدقاء تونسيين كانوا بيتصلوا على الإنستغرام وعلى الفيسبوك، أو أصدقاء من المغرب وموريتانيا ولبنان، مصريين يعني من جميع الدول العربية كانوا دايما بيحاولوا إنهم يساعدوني ويدعموني في الرحلة بتاعي. أنا الحقيقة ما كنتش أوصل لهذا المكان اللي أنا موجود فيه اليوم لولا دعم الإخوة والجالية العربية الكبير ودعم جميع المتابعين اللي على الإنستغرام أو على الفيسبوك. وانت تستحق كل الدعم، وفعلا الوقت مر سريع جدا بسرعة البرق وما حسينا فيه، وحابين نسمع منك كلمة أخيرة، نصيحة، أي شيء احنا ممكن كلنا نتعلم منه. يعني شنو الشيء اللي دائما تبي تنقله للناس وتنصح فيه الناس؟ في الحقيقة أنا بنصح الناس إنهم ما يخافوا من أحلامهم، إنهم يجربوا. يعني لو أنت عندك حلم ما تخاف إنك لما تخرج من زون دو كونفور، يعني الكونفورت زون، إنك راح تفقد كل شيء. بالعكس، الخروج من زون دو من الكونفورت زون هو اللي راح يعطيك الصبر والعزيمة، هو اللي راح يعلمك. يعني لو عندك حلم حاول وحارب عشان الحلم بتاعك. فكرة إنك تعيش كل يوم زي اليوم اللي قبله هي صحيح سجن في الحقيقة. ممكن انك تكون عايش في، يعني عندك وظيفة، عندك شغل، وعندك بس عندك أحلام كبيرة. ما تخلي نفسك سجين اليوم، ما تخلي نفسك سجين اليوم، وحاول انك توصل لأحلامك. ولما تفكر انك تحقق أحلامك وتبدأ في الطريق هذا، ما في ولا شيء راح يعيقك ويخليك ترجع لورا. ممتاز، ممتاز جدا فعلا. هذه يذكرني بكلمة جدي الله يرحمه لما قال اتبع أحلامك حتى وإن كانت في الثريا. هذه الكلمة هي اللي كانت شرارة الانطلاقة بالنسبة لي أنا في الترحال. أنا والله الحقيقة متشرف جدا صديق خالد إني تحدثت معك، وفرحان إني شاركت شوية من الرحلة مع المتابعين ومع الإخوة والأصدقاء. وأتمنى في الحقيقة إني المرة القادمة تكون لقاء يعني عندنا في تونس، وتشرفنا وتنورنا بزيارتك لنا إن شاء الله. ممتاز، ونتشرف جدا اخوي، وشكرا على قبول الطلب انك انت تدخل معنا في هذه فقرات بسيطة ودردشة بشكل تلقائي وعفوي، وشكرا لك على قبول الدعوة، واتمنى في يوم من الايام اني انا اقابلك واصافحك ان شاء الله بعد زوال الازمة. ما راح اسلم عليك الا بعد ما تزول الازمة ان شاء الله، واتشرف اني انا اتعلم منك دروس السفر والترحال. انت الله انسان، يخلص انت الله يعني رحالة عظيم يعني، وتشرف العرب كلهم وتشرف افريقيا والشرق الاوسط وكل العرب. والله كل الشرف وكل السعادة لي يعني بحكي معك مع مدرسة كبيرة في الترحال. وكيف ما قلت يعني إن شاء الله نتقابلوا سواء في تونس أو في قطر أو في أي مكان في ان العالم. شاء الله، ان شاء الله، شرف كبير لنا ان شاء الله. نشوفك إن شاء الله أخ مهدي على خير، ونتمنى لك التوفيق في القادم من رحلتك، ونتمنى لك التوفيق في الكونغو وخطواتك القادمة، وإحنا موجودين كلنا لدعمك سواء معنويا ولا حتى لو بالكلمة يعني أو بالابتسامة حتى. ربي يخليك وربي يبارك لك، الله ربي يخليك، يحفظك نشوفك إن شاء الله، إن شاء الله نشوفك على خير إن شاء الله. تصبح على إن خير شاء إن شاء الله. الله. الله يخليك، مع السلامة. مع السلامة. الله يخليك، استمتعنا متعة كبيرة جدا ولقاء جميل جدا، ومثل ما احنا نقول دائما ختامها مسك، ختامها مسك ان احنا قعدنا وقابلنا رحالة من افضل انجازات اللي سووها الرحالة العرب، بل على مستوى العالم الرحالة مهدي قام بعمل جبار جدا، وتعرض لمواقف كثيرة جدا وقصص وحكايات ومواقف، منها الطريف ومنها الحزين ومنها الصعب ومنها المؤلم ومنها الفراق، فراق البلد الوطن 2 سنين وهو على أقدامه حول العالم. ومثل ما قلت ختامها مسك، هذه آخر رحلة من رحلات مسافر بالبيت في انستغرام.
وليس كليا. من الأسبوع القادم بتشوفون معاي بودكاست مسافر بالبيت على يوتيوب، وبتكون كل فترة، ما راح أقول كل أسبوع، ولكن كل فترة بتكون رحلات مختلفة بمواضيع شيقة ومختلفة وضيوف مختلفين وستايل وطريقة جديدة مختلفة. اسمحوا لنا أن طولنا عليكم أكثر من 15 أو 17 رحلة من رحلات مسافر بالبيت، وأتمنى أنكم استفدتم من كل الرحالة والمغامرين اللي قابلناهم معانا. حبيت أن أنا أختم هذه الرحلات برحالة كبير نفس مهدي بالحاج، رحالة التونسي العربي المتخصص حاليا في أفريقيا، صار له سنتين وهو على أقدامه حول العالم. أتمنى أنكم استفدتم من هذه الرحلات، وأتمنى أن أنا ما مللتكم ولا طولت عليكم، وإن شاء الله بتنتظرون وانتظروا مني القادم والجديد من فقرات مسافر بالبيت، بل من رحلات خالد الجابر ومغامراته اللي بتطلع إن شاء الله بتستمر بعد ما احنا نقضي على هذه الجائحة اللعينة اللي قاعدتنا كلنا في بيوتنا وسببت لنا حالة نفسية. إن شاء الله إن شاء الله هذه الجائحة راح تزول بإرادتنا احنا كلنا وبتمسكنا وبالتزامنا والوعي اللي احنا قاعدين نمر فيه. واحنا سعيدين جدا ان اليوم في قطر احنا قاعدين نقوم بوعي كبير ان احنا قدرنا نسيطر على هذه الحالات من الازدياد، بل استمرت على وضع معين بين ال 200 الى 290، وهذا انجاز كبير ينسب للناس الواعيين. شكرا لكم، طولت عليكم، وفقرات مسافر بالبيت راح تسكر وتنام من انستغرام، وراح تستمر وتنطلق على يوتيوب، قناة اليوتيوب مالتي نفس اسم انستغرام. سووا سبسكرايب وفعلوا الجرس وتابعوا كل ما هو جديد على فقرات مسافر بالبيت حتى نهايتها إن شاء الله. هذا هو الفصل أو الموسم الأول من فقرات مسافر بالبيت على انستغرام انتهى، وراح يستمر على انستغرام. وأتمنى لكم ولي التوفيق إن شاء الله، ونشوفكم قريبا على خير.